ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. واخيرا اخيرا 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 هنعمل مسابقه النهارده. هي اول مسابقه انا اعملها على القناه. هي مسابقه سهله جدا 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 وبسيطه، مش هتاخد منك وقت خالص. يعني هوريكم الاول الهدايا، الهدايا في المسابقه. بصوا، اول حاجه هي حوالي 7 هدايا، يعني مغطسانين جوه. بصي، اول حاجه البارفان اللاف بوشن ده، طبعا ده شهير 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 في اوريفليم، البارفان الرائع ده، تمام. وكمان هتاخدي مجموعه ميك اب كامله من اوريفليم، غير البارفان هتاخدي كمان ماسكارا بتاع دبل افكت. الماسكارا دي 2 في 1، بتدي دي ماسكارا لوحدها والاتنين مع بعض بيطلعوا، يعني هي 2 في 1 ماسكارتين جوه، بتعمل طول وكثافه فظيعه كانك مركبه رموش. دي تاني هديه. يبقى كده قلنا البارفين والمسكره، وتاني وده قلم كحل اسود من اون كلر، قلم كحل اسود، تمام. وكمان كده معانا بارفين وكحل ومسكره، ومعانا كمان بلاشر اون كلر الفظيع، تمام. وكمان معانا التندر كير بالاورنج الجديد من اوريفليم. هوريكم شكله، حلو قوي قوي يا بنات اهو، تمام. وكمان معانا قلم حواجب بني متوسط، درجة بني متوسط، حلوة قوي من اون كلر. وكمان معانا كمان روج من برضو اون كلر، براند النهارده اون كلر معانا مكتسح. درجة روج دي حلوة قوي، لو الدرجة مش عاجبك حابة تغيريها غيرها لك عادي. ايه تاني كده؟ كام هدية؟ احنا قلنا هما 7 هدايا تقريبا كده، الروج والقلم الحواجب والتندر كير والبلاشر والكحل والمسكرة والبارفين، تمام. هنقفلهم بقى عشان يروحوا لصاحبة نصيبهم، تمام. ايه بقى شروط المسابقة؟ شروط المسابقة سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة تكون انت مشتركة في القناة عندي، تمام. تاني حاجة تخلي 10 من صحابك يشتركوا عندي في القناة. تكون انت حاسة ان هم دول هيبقوا حابين محتوى القناة. طبعا زي ما انتوا عارفين محتوى القناة عندي بقدم، بشرح، بعمل ريفيوهات كتير كتير كتير، عن تقريبا عاملة ريفيوهات عن كل الكتالوج او كل منتجات شركة اوريفليم. بعمل فتح كرتونه او انبوكسنج لاوريفليم وبشرح المنتجات اللي انا بشتريها. بعمل ماسكات، بقدم لكم هنا ماسكات طبيعيه، حاجات كل الحاجات تخص المراه، يعني جمالك، ازاي تهتمي ببشرتك، ازاي تعالجي الحبوب، ازاي روتين البشره، ايه ازاي تحافظي على بشرتك، حاجات كتير قوي. يعني هتلاقوا القناه محتواها في حاجات، بقدم حاجات كتير بس كلها بتخص السيدات، يعني تمام. ماسكات، هتلاقوا ماسكات طبيعيه، هتلاقوا كنت عامله لكم ماسكات في العيد حلوه قوي، ريفيوهات عن اي حاجه انا بشتريها كمان، برضو كلها حاجات سيدات، يعني كل ما يخص المراه عندي في القناه، تمام. فاي حد من صحابك تحس ان هي تكون مهتمه بمحتوى التشانل بتاعتي او القناه عندي هتهمها، قولي لها اعملي اشتراك في القناه دي، وتشوف لي اي فيديو يعجبها عندي على القناه. اي فيديو يعجبها هتشوف منه 10 دقايق بس، وتعمل لايك وكومنت على الفيديو ده، تمام. بس كده يبقى 10 بنات من صحابك، كل واحده من ال10 تشترك في القناه، تختار فيديو تتفرج عليه حوالي 10 دقايق بالظبط، حد ادنى يعني عايزه اكتر براحتها، وتعمل لايك وكومنت على الفيديو ده. انت بقى كمشتركه معايا في المسابقه هتبعتي لي على رقم الواتساب اللي انا هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس تحت، او هو رقم 012-717-427-05، تبعتي لي على الواتساب ان انت اشتركتي معايا في المسابقه. اللي هيشترك يبعت لي ان هو يشترك اوريدي، مش مشكله، ويجهز الحاجات ويبعتها لي برضو على الواتساب. 10 تبعتي لي سكرينات بقى، ان 10 كل بنت من ال10 ان هي مشتركه في القناه، اتفرجت على الفيديو ده 10 دقايق وعامله لايك وكومنت عليه. بس كده.
خلاص ميرسي جدا ليكم، يا رب يكون المسابقة عجبتكم. عايزة مشتركين كتير 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 كتير، ولو لقيت في تفاعل وانتوا حابين الفكرة وان في ناس بتتفاعل وحابين فكرة المسابقة والهدايا، اوعدكم ان انا هعمل لكم، يعني اعملوا لي بس عرفوني، اعملوا لي لايكات على الفيديو ده كتير لو عجبتكم فكرة المسابقة دي، وانا اوعدكم ان انا ممكن كل شهر اعمل لكم اكتر من مسابقة ونعمل مسابقة حلوة جدا. تمام، المسابقة عجبتكم، عايزة مشتركين كتير 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 كتير، ولو لقيت في تفاعل وانتوا حابين الفكرة وان في ناس بتتفاعل وحابين فكرة المسابقة والهدايا، اوعدكم ان انا هعمل لكم، يعني اعملوا لي بس عرفوني، اعملوا لي لايكات على الفيديو ده كتير لو عجبتكم فكرة المسابقة دي، وانا اوعدكم ان انا ممكن كل شهر اعمل لكم اكتر من مسابقة ونعمل مسابقة حلوة جدا. تمام، كل البنات بقى، يا بنات اللي ان شاء الله هتنوي تشترك معايا في المسابقه، تعملي اعملي لايك على الفيديو ده واعملي كومنت تحت ان انت هتشتركي في المسابقه. تمام، ورقمي انا قلت رقم الواتساب، بعتولي علي يعني الشروط اللي هتحققوها، بعتوها لي ان انتوا حققتوا الشروط، وبس عايزه السكرين شوت بمشاهده العشر دقايق، وان هي اشتركت في القناه عندي وعملت لايك وكومنت على الفيديو اللي هي اتفرجت عليه. لكن انت هتعملي كومنت، لكن انت طبعا هتعملي لايك وكومنت على الفيديو ده، وهتقولي لي اعرفي ان انت هتشتركي في الكومنتات. تمام، وابعتي لي الحاجات على الواتساب بالرقم اللي انا قلت عليه، التفاصيل اللي قلت عليها. ميرسي جدا ليكم يا بناتي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين.